طيب تعالى بقى نروح على البرلمان اللي أقر زيادة علاوات الموظفين والمعاشات. تعالى نقعد نفتكر واحدة واحدة كده، هو الزيادات اللي اتحطت على المعاشات واتحطت على المرتبات كانت المفروض تبقى فاعلة من إمتى؟ الله ينور عليك، في شهر 7/2022، صح؟ يعني تتحط على العام المالي الجديد. طيب لكن يجي قرار رئيس الجمهورية وتوجيهه بأنها تبقى بدري، فتتفعل من 1 إبريل بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني متفعلة 3 شهور بدري. طيب ده معناه إيه؟ معناه أنه الفلوس اللي كانت هتتصرف لحضرتك من 1/7/22 لحد 1/7/2023 مبلغ ما، هنفترض 10 جنيه، لا ده اتحط عليهم 3 أشهر، يعني السنة دي بالنسبة لسيادتك 15 شهر قبض في العلاوة، يعني مش 12 شهر. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. أهلا بيك يا فندم. أهلا ميت يوسف، إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله والله كله تمام. وتم إقرار العلاوات؟ وصلنا يا فندم إقرار العلاوات. الحمد لله والشكر لله. إحنا كده يا فندم تتحمل الموازنة قد إيه فرق الثلاث أشهر؟ طب أنا بس أنا عايز الأول حي سعادتك ومشاهدينك الكرام. أهلا بيك يا فندم. وأهني شعب مصر بحلول قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاد الله على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. اللهم آمين. لازم بس الأول اسمح لي في البداية أن قانون العلاوة ده من القوانين اللي بتعرض سنويا على مجلس النواب. أيوه. لتحسين أجور العاملين بالدولة ورفع مستوياتهم المعيشية ووفاء بالتزام دستوري قبل العاملين بالدولة. ده الهدف من قانون العلاوة اللي بيعرض سنويا عشان يصرف من أول يوليو للعاملين بالدولة. عظيم. إنما طبعا كان احساس السيد الرئيس بالمواطن المصري نتيجه الاحداث الجاريه على الساحه الدوليه اللي ادت لتغيرات اقتصاديه على مستوى العالم، وعشان يخفف العبء من اثار الازمه على المواطنين المصريين كانت توجيهات سيادته مباشره بتعجيل الصرف اللي حضرتك بتقول عليه ليبدا من اول ابريل بدل من بدايه السنه الباليه اللي هي من اول يوليو 1/7 اللي جاي باذن الله. والنهارده كان عندنا حزمه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين وأصحاب المعاشات والعاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام، كل دول هيستفيدوا إن شاء الله من التعجيل والتبكير اللي كان وجه به سيادته وبنسب أعلى من المدرجة في القوانين اللي فاتت. يعني هنلاقي المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اللي كان بيصرف 7% طبقا للقانون زادت 1% بقت 8%. اترفع الحد الادنى من 75 جنيه الى 100 جنيه. الغير مخاطب كان السنه اللي فاتت 13%، السنه دي 15%، والحد الادنى اترفع من 75 ل 100 جنيه. بالاضافه ان هناك فئات ماليه مقطوعه بتصرف للدرجات الماليه داخل الدوله كحافز مقطوع يضاف الى المرتب بمبالغ مقطوعه، يعني هديك على سبيل المثال 175 جنيه للدرجه الرابعه فما دونها، و225 جنيه للدرجه الثالثه، و275 للثانيه، و325 للاولى، و350 للدرجه مدير عام، و375 للدرجه العليا، و400 للدرجه الممتازه. يعني اقدر اقول لك اقل عامل موجود داخل الدوله هيزيد مرتبه ب 275 جنيه. ودي طبعا حاجه ده من اول ابريل، مش هنستنى للسنه الماليه من واحد ايه؟ مش 1/7. مش 1/7، ده من اول ابريل هيزيد، يبقى الحد الادنى لاحدث عامل او اقل عامل هيزيد 275 جنيه. واخد بال حضرتك؟ بالاضافه طبعا اتفضل شد. لا انا معاك، بقول لك اتفضل يا فندم. بالاضافه ان برضو القانون قرر منحه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال، وهنا اضاف ميزه برضو جديده لازم الناس تبقى عارفاها، ان النهارده العلاوه ال 15% الخاصه هيبقى في منحه هتبقى بتمثل الفرق بين العلاوه الدوريه اللي بتصرفها هذه الشركات ونسبه ال 15% هتروح منحه لجميع العاملين كمبلغ مقطوع. القانون بقى فيه ايه زياده السنه دي؟ ان ما فيش عامل بيعمل في شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام هيقل اجره عن 2700 جنيه. جميع ما تقاضاه شاملا
اي عامل داخل شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام مش هيقل عن 2700 جنيه. بالاضافه طبعا للحاجه الاخيره ان اصحاب المعاشات زادوا في هذا القانون بنسبه 13%. وفي ميزه برضه ضمها هذا القانون النهارده ان الخارجين عن المعاش من 1/4 حتى 30/6 هيستفيدوا بهذه العلاوه ال 13% علشان ودرجه النهارده في هذا القانون. ودول تقريبا 80,000 مخاطب، 80,000 مواطن. لا اكتر من 80,000 مواطن. انت حضرتك تقصد اني شريحه فيهم بقى المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه؟ لا انا بتكلم على اللي هيطلع معاش بعد تاريخ 1 ابريل. يعني بعد تاريخ 3 ابريل الى اخره. فعلا. وهتتحمل شهريا موازنه الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه حوالي 3.2 مليار عن كل سنه زياده في المعاشات الصفر ابريل ومايو ويونيو، يعني باجمالي 9.6 مليار جنيه لاصحاب المعاشات. ده حاجه عظيمه جدا. اذا الدوله كده تعاملت سياده النائب مع الموجه التضخميه بانها تحمي المواطن سواء اذا كان الموظف الحالي او اللي طلع على المعاش، فيبقى يتم صرف العلاوه زائد التبكير وزياده في العلاوه حتى لا يتحمل فوارق الاسعار. استحال زي حضرتك قلت كده فعلا ان التبكير والزياده في العلاوه حتى ولو طلع معاش هيستفيد. يعني لو طلع معاش، يعني النهارده كان في فقره في الماده السادسه للخارجين على المعاش في الفتره من 1/4 ايوه لغايه 30/6 اللي حضرتك قلت عليها، اصحاب المعاشات في هذه الفتره اللي حضرتك قدرتهم بحوالي 80,000 تقريبا 80,000 مواطن بتكلفه 3.2 مليار جنيه. والله الواحد مش عارف يقول ايه. انا على كل حال خلينا نشكركم اولا سياده النائب كبرلمان مصري او يعني احد نوابنا في البرلمان، واقراركم لهذا القانون تستحقكم عليه الشكر. كذا الحال هو الشكر لربنا سبحانه وتعالى بالتاكيد اولا، لكن الشكر كمان هنا يذهب الى فخامه رئيس الجمهوريه اللي وجه بهذه الامور، فتصبح الدوله، خد بالك تاني، الدولة هي اللي بتتحمل فوارق الأسعار أو تتحمل معدل التضخم عن هذا العام بدلا من المواطن الأولى بالرعاية. طبعا أنا دايما أتمنى أن القطاع الخاص يشد حيله معانا حبتين. أنا بشكرك مرة تانية سيادة النائب، ألف 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 شكر.